نبيلة عبيد فنانة عاشت طول عمرها لفنها ولجمهورها، وكانت حريصة دايما تبعد حياتها الشخصية عن الصحافة والإعلام، وعشان كده كان ليها حكاية مع الدكتور أسامة الباز مستشار مبارك، وعاشت معاه 9 سنين في السر، وفجأة سألته سؤال عن رد فعله لو مبارك عرف بجوازهم. رده كان سريع وغريب في نفس الوقت. يا ترى الباز قال إيه لنجمة مصر الأولى، ومين المذيعة اللي تسببت في انفصالهم؟ تابعونا. نبيلة أحمد عبيد اتولدت في حي شبرا سنة 45 في أسرة متوسطة الحال، كانت متعلقة بحب التمثيل من صغرها، ودايما كانت بتتفرج على الأفلام اللي بتتعرض في سينما شبرا بالاس القريبة من بيتها كل يوم جمعة من كل أسبوع. وأول حد اكتشف موهبتها هو المخرج عاطف سالم، وقدمها سنة 61 في فيلم مفيش تفاهم، وكانت فيه كومبر صامت، وكان عمرها وقتها 16 سنة. وبعدها بسنتين حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم ربع العدوية للمخرج نيازي مصطفى. وبعدها نشأت بينها وبين المخرج عاطف سالم اللي اكتشفها قصة حب كبيرة، وما قدرش يخفي مشاعره ناحيتها وعرض عليها الزواج بالرغم من انه كان اكبر منها ب 24 سنة. ووافقت نبيلة عبيد رغم اعتراض اهلها. استمر زواج نبيلة عبيد من عاطف سالم لمدة 4 سنين، وقدموا مع بعض فيلم توت توت والمماليك وزوجة من باريس، وبعدها حصلت خلافات بينهم بسبب غيرته عليها وفارق السن، وانفصلوا بدون انجاب. بعدها ب5 سنين اتجوزت نبيلة للمرة الثانية من المخرج أشرف فهمي، بس الزواج ده كان في السر، وده كان بطلب مشترك منهم، بس الزواج ما استمرش كتير. ولما أعلنت عنه نبيلة عبيد في 2010، خرجت الفنانة الراحلة جالا فهمي ونفت الخبر، وقالت إنه مش حقيقي لأن والدها لو اتجوز كان قال لها، لأنه ما كانش بيخبي عنها حاجة. واتجوزت نبيلة عبيد للمرة التالتة من السياسي المعروف ومستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك الدكتور أسامة الباز. اتفق أسامة الباز ونبيلة عبيد إنهم يخفوا خبر زواجهم عن الإعلام، واكتفوا بإعلانه لأصدقائهم القريبين بس. وفي مرة سألت نبيلة زوجها الدكتور أسامة وقالت له، لو الرئيس مبارك عارف إنك متجوزني هتقول له إيه؟ فرد عليها وقال لها، هقول لك سلام عليكم وامشي. بس بعد زواجهم بأيام عرف الرئيس مبارك بخبر زواجهم من الدكتور مصطفى الفقي، لأن مبارك ما كانش بيخفى عليه ولا معلومة واحدة، خصوصا من الدائرة المقربة منه ورجالته. بعدها راح الباز بمنتهى الشجاعة وبلغ مبارك بزواجه من نبيل عبيد، واكتشف انه عارف من أول يوم. واستغرب الباز ان مبارك كان مرحب بالجوازة وما كانش معترض، ودي حاجة فاجئته لأنه كان متوقع ان مبارك هيغضب ويتضايق، وده كان رد فعل غريب ومش متوقع. قالت نبيلة عبيد ان أسامة الباز كان زوج مثالي وجريء ومحبوب، وما كانش بيتدخل في شغلها نهائيا بالرغم من افلامها اللي هجمت فيها الحكومة زي فيلم الراقصة والسياسي وكشف المستور، وهي كمان عمرها ما حاولت تتدخل في شغله او اموره الخاصة. وقالت كمان كان بينا تفاهم كبير ومساحة من الحرية، وكشفت انه ما طلبش منها اخفاء خبر زواجهم. واستمر الزواج بينهم 9 سنين لحد ما تعرف أسامة على الإعلامية أميمة تمام سنة 96، ودي تبقى بنت الدكتور تمام حسان اللي كان عميد كلية دار علوم وعضو في مجمع الخالدين، واتولدت في المغرب ورجعت مصر وهي عمرها 17 سنة، وقدرت تخطف قلبه من أول نظرة، لدرجة إنه كان بيدور على أي مناسبة عشان يروح مبنى التلفزيون عشان يقابلها بمناسبة ومن غير مناسبة، لحد ما وقعت هي كمان في غرامه، بس أهلها رفضوا ارتباطهم بسبب فرق السن الكبير بينهم، بس هي صممت على رأيها لحد ما وافقوا. ولما عرفت نبيلة اتجننت وقتها وطلبت منه يطلق أميمة فرفض، فانفصلت عنه في هدوء وبمنتهى الاحترام. وبعدها أنجب أسامة الباز بنته مريم، وعاشت نبيلة بدون زواج لفترة، وبعدها اتجوزت مرتين من شخصيات عربية في السر، وقررت بعدها تعيش باقي عمرها بدون زواج. بعد ثورة يناير أعلنت نبيلة عن زواجها السري من أسامة الباز، وقالت إنه أفضل أزواجها والوحيد اللي قدر يحتويها، وكان راجل حنين وعقلاني وشجاع، وقالت كمان إنها حزنت جدا بعد وفاته. اكتبوا لنا في التعليقات أكتر عمل فني حبيتوه للفنانة نبيلة عبيد.